خلاص بقى نمنع الصوت. اقعد مكانك يلا يا رجاله. اقعد حبيبي. النهارده ان شاء الله اخر محاضره في الثيرمودينامكس. محاضره مهمه وهيبقى في جزء كبير منها في الامتحان. الشباب في المحاضره اللي فاتت خدنا من ضمن الحاجات اللي استفدنا من الكاينيتك ثيوري ان احنا طلعنا المين كاينيتك انرجي للمولكيولز. يلا كده تذكر معايا الافرج كاينيتك انرجي للمولكيولز كانت بكام؟ محدش بيرد. ممكن نمنع الصوت. قلت امنع الصوت. شباب في المحاضرة اللي فاتت كنا خدنا معادلة الضغط وطلعنا الروت مين سكوير فيلوسيتي وحققنا الأربع قوانين بتاعة الأيديا الجاز بويل وتشارلز ودالتون وأفوجادرو وطلعنا المين كاينيتك انرجي للمولكيول كان ب 3 على 2 كي تي ثم ضربناها في عدد أفوجادرو وطلعنا المين كاينيتك انرجي للمول كانت بكام بقى يو بتاعة المول؟ من 3 على 2 ار تي وان مولز كانت ب 3 على 2 ان ار تي. بسألك يا باشمهندس فاكرين التلاتة دي كان سببها ايه؟ عشان الجزيء بيتحرك في كم محور؟ ثلاث درجات حرية. خلاص بطل حركة بقى عشان انا النهاردة اقول معلومات كتير في وقت صغير. تجيش في الامتحان تقول لي احنا ما خدناش الكلام. النهاردة هنشرح نجاح جديد للكاينيتك ثيوري. احنا قلنا الكاينيتك ثيوري طلعت الروت مين سكوير وطلعت متوسط طاقه الحركه فكان في مشكله ظهرت وما كانش لها تفسير. ايه المشكله يا باشمهندس؟ ان هناك بعض الغازات زي غاز الهيليوم والنيون والارض ثلاث غازات دول يا باشمهندسين بالرغم اختلاف الاوزان الذريه بتاعتهم لانه اتفقوا ان الثلاثه لهم نفس السي دي والسي دي والجاما كونستنت. مش قلنا ان كل غاز له حاجه اسمها مولر ريد كاباسيتي؟ بسالكم فاكرين كل غاز له ايه؟ اسمها ايه؟ سي. وقلنا بما ان سي اختلفت للغاز الواحد عن ثبوت الضغط او عند ثبوت الحجم فبقى كل غاز له كام سي؟ والنسبه النسبه بينهم لها سي بي على سي في اسمها ايه؟ جاما. ماشي يا شباب؟ الثلاث غازات دول اتفقوا في سي في وسي بي وجاما. ليه ما نعرفش؟ لا وغازات اخرى زي غاز الهيدروجين اكسجين والنادي الاوزان الجزيئيه طبعا مختلفه. الوزن الذري ده واحد وده 8 وده 14 ولا زي 7 اختلفوا في المولكيولار ويتس ولكن اتفقوا في سي بي وسي في وبالتالي جاما كونستنت. وغاز اخر زي الكربون دايوكسيد له قيمه جديده تختلف عن السابقين. ايه السبب؟ كناش عارفين وقعدنا المده مش عارفين حتى جت الكاينيتك ثيوري وفسرت الاتي. اول مره بقى نسمع الكلام ده. احنا قاعدين في السوق ولا ايه بالظبط؟ ايه اللي حوالين الكليه؟ واحد بيلم بكيه والتاني بيبيع عسل والتالت بيبيع خضار. ممكن تقفل لي الباب يا باشمهندس؟ اقفل يلا اقفل. بتقول ايه بقى الكاينيتك ثيوري عشان تحل القضيه دي؟ بتقول ان في غازات زي الجزيئات. تعرف طبعا كل الغازات بتتكون من ايه؟ موليكيولز. الموليكيول ده يا باشمهندس لما نخش جواه بنلاقي ذرات اتومز. ففوجئنا ان في جزيئات الجزيء فيه ذره واحده وان اتوم فبيطلق عليها مونو
atomic molecule. جزيئات أحاديث الذرة. وفي جزيئات أخرى زي غاز الهيدروجين، النيتروجين، الأكسجين، الموليكيول في ذرتين سموها داي أتوميك موليكيول. وذرة أو جزيء زي الكربون دايوكسيد الجزيء الواحد فيه ثلاث ذرات، والثلاث ذرات متحدين مع بعض بالمنظر ده سموها تراي أتوميك موليكيول. هل الكلام ده هيفسر لنا ان ليه دول اتفقوا سي في وسي بي وسي في؟ طبعا هنعرف التفسير تم ازاي. يلا اسمع بصوت جماعي كده، في المحاضره اللي فاتت اتفقنا والكينيتك سوري طلعت الانترنال انرجي للان مولز بكام؟ اسمع صوتكم. ثم سؤالي تاني، التلاتة انت قلت لي بسبب كم درجة حرية؟ اكس. هو كان اكس افضل من واي ولا اللي التلاتة اكسس ديهم نفس الضرباباتي؟ طب ما نوزع الطاقة دي بالتساوي على التلات محاور او التلات درجات حرية. يعني انا هاخد مبدأ جديد اسمه ايه بقى؟ اكوي بارتيشن برنسبل. مبدأ توزيع طاقة بالتسامي على درجات الحرية، بما ان يو ب 3 على 2 ان ار تي، يبقى كل محور ودول كام درجة؟ دول عبارة عن ايه؟ 3 ديجري اوف فريدوم. يبقى كل ديجري اوف فريدوم مسحبها طاقة قد ايه؟ يبقى نوزع الطاقة بالتساوي على، شفت دايما اسم بنوزع بالتساوي، يبقى اذا الانرجي فور ايتش ديجري اوف فريدوم is نص ان ار تي، ده الطاقه المسحبه لكل ديجري اوف فريدم. ونبتدي ناخد غاز من الثلاثه اللي احنا عندنا المشكله فيهم. نبتدي الاول بابسطهم، هو الغازات اللي تحتوي على المليكول تحتوي على 1 اتوم. قول واحد يا باشمهندس كده، 4 مولو اتوميك جاز. المونو اتوميك جاز اللي الجاز الملكيوز بتاعته تحتوي على 1 اتوم. قال لي يا باشمهندس يلا اسمع صوته. مولكيول جزيء اهو، لما نخش جواه نلاقي 1 اتوم. لما بتدي له طاقه، يعني تدي له طاقه حراريه، ضوئيه، كهربيه، اي مصدر من مصادر الطاقه، تفتكر بيعمل بها ايه؟ ولعنا البوتاجاز تحت من الغاز ده، يحصل ايه للجزيء ده؟ يفضل واقف مكانه ولا دائما بيتحرك؟ اسمع اجابه. حركه انتقاليه، والحركه الانتقاليه في الميكانيكا بتوصف بكام درجه حريه؟ اكس واي وزد. يعني الجزيء كان هنا بعد شويه هنا بعد شويه هنا بعد شويه هنا بيتنقل. فبنقول ان الملكيولز من النوع ده، الملكيولز من النوع ده بتعمل حركه انتقاليه. وانت تعلم ان الحركه الانتقاليه نكتب كده الملكيولز موف ا ترانزيشن موشن، والترانزيشن موشن مالها ديسكرايبد باي 3 ديجري اوف فريدم. الثلاثه الحركه الانتقاليه بتوصل بثلاث درجات حريه. يبقى هذا النوع فقط، هذا النوع بس من الغازات، يبقى يو بتاعته بتضرب ايه؟ 3 في الطاقه المصاحبه لكل درجه حريه بكام؟ قلنا اسمع اجابه نص. يبقى هذا النوع ده بنص ان ار تي، يبقى 3 على 2 ان ار تي. يبقى ايه المشترك بين الهيليوم والنين والاربون؟ ان الثلاثه ثلاث انواع، كل جزيء من الثلاثه يتفقوا في ان في ذرات وما بيعملش الا حركه انتقاليه. وانت تعلم ان الحركه الانتقاليه توصل بكام درجه حراريه؟ 3. يبقى هذا النوع الثلاثه دول دائما وابدا يو بتاعتهم بكام؟ اسمع صوت جماعه، يو بكام؟ 3 على 2 ان ار تي. يعني عايز تقول ان لو غاز الهيليوم والنيون والاربون اتفقا الثلاثه في درجه حراره واحده، يبقى الواحد مول هنا جواه قد الواحد مول هنا جواه قد الواحد مول في الطاقه. واضح المعلومه ديت؟ وايه كمان؟ ان انت عندك كنت حافظ ان الدي يو بيساوي ايه؟ مش دي اللي تحفظها؟ العلاقه بين الدلتا يو والدلتا تي، ان اي جسم بيسخن بمقدار دلتا يو يبقى اكيد ان سي في دي تي.
طلع من هنا سي في في طرف لوحده بقى هتقسم على دي تي يعني نجيب تفاضل يو بالنسبه صوت جماعي بنجيب تفاضل يو بالنسبه ويطلع اذا سي في هو 1 على ان لتفاضل الانترنال انرجي ويز ريسبكت تو تمبريتشر تفاضل ده بالنسبه لده يبقى تعريف السي في اصلا هي 1 على ان دي يو على دي ما انت عارفها يعدل تعريف السي في كميه حراره اللازمه لتغيير 1 مول 1 مول درجه واحده مئويه يعني تخلي المقام 1 يلا بقى بما ان يو هي مش مهندس يو كان اسمع يبقى سي في هتجيب 1 على ان وتفضلها يبقى بكام بقى انت فاضل المعادله دي يبقى 3 على 2 ان ار ثم تقسم على ان يطلع بكام ايه مالكم في النحل ايه نعمل تفاضل حبيبي لليو اهي ما اليو بكام 3 على 2 ان ار فاضلها واقسم على ان يطلع بكام ده 3 على 2 ار بما ان السي في ب 3 على 2 ار يبقى السي في هي انك تجيب السي في وتضيف عليها ار مش كده العلاقه بين السي في والسي في ان السي في هي سي في زائد ار يبقى بعد بكام طنط يا ابني يبقى 5 على 2 ار طب وجامع سي في على سي في تبقى بكام كانها 5 على 2 ار على 3 على 2 ار كانها 5 على كام 5 على 3 فال 1 ويتبقى لي 20 6 6 6 قول 61% الكلام ده على السبوره نظر عشان نتاكد الكلام ده صح ولا غلط نقسم الطلبه 3 مجموعات كل مجموعه تحقن غاز هيليوم ومجموعه النايون ومجموعه الاربون ونروح المعمل وكل واحد يطلع السي في والسي في ويطلع لي جاما كونست لاحظ الثلاث مجموعات اتفقوا الثلاثه في قيمه سي في واتفقوا في سي في قيمه سي في وفي قيمه جاما جاما بقى اللي طلعها عملي بص كده جاما الاكسبيرمنتال يطلع 1.68 بالله عليك انا بسالك بالله عليك شايف في فرق يذكر يعني بين النظر العملي يبقى فعلا اتفقت النتائج المقترحه بواسطه الكينيتيك ثيوري مع النتائج المعمليه شايف ان في اختلاف واحد ممكن يكون متشكك يقول لك ده ممكن جت صدفه الصدفه هل الصدفه تتكرر طب نكرر للغازات الثانيه نشوف الغاز الثاني اللي هو الجزيء فيه كام ذره اتفضل نخش امسح انت اعمل فاصل كده واكتب 2 4 2 4 انا امسح البشوات معلومات بس 2 4 داي داي اتوميك مولكيولز ماشي يا شباب الداي اتوميك مولكيولز الجزيء فيه كام ذره 2 بص حبيبي كده المولكيول اهو شنطه واحد خش جواه تلاقي 2 اتومز 2 اتومز مربوطين برابط زي ده كده بينهم بعض كيميكال بونز رابطه كيميائيه لما الشنطه ديت اللي هو المولكيولز ده بديله طاقه بيعمل بيها ايه من وجهه نظرك طبعا بيعمل حركه ايه ترده والانتقاليه توصل بكام درجه حريه 3 ثم الملكوتز وهي بالاضافه لانها بتتحرك الى ان الدمبل ده اللي هي عباره عن ذرتين بيلفوا كده مش بيتنقل وبتعمل حركه دوران حول مين الاكس ده حول الاكس اللي بيمر بالرابطه بينهم يبقى كم حركه بتعملها ايه وايه حركه انتقاليه وحركه ايه الحركه الانتقاليه انت قلت بتتوصل في كام درجه حراريه والدورانيه بتتوصل في 2 خدت انت حاجه اسمها البولر كوردينيتس لما جسم يتحرك على سطح كوره محتاج حاجتين يا باشمهندس عشان امسكه ايه بقى نص القطر والزاويه مع محور زد كام بارامتر 2 يبقى النوع ده من الغازات يبقى الملكوتز موف ترانزيشن موشن سكرايبت باي 3 ديجري فريدم اند مولكيولز موف روتيشن موشن ديسكرايب باي 2 ديجري اوف فريدم يبقى بنعمل حركتين يعني انا عندي كام مود للطاقه دلوقتي 2 مودز المود الاولاني كينيتيك انرجي والمود الثاني روتيشنال انرجي
واضحه يا شباب؟ يبقى التوتال ديجري اوف فريدم بكام؟ رزق كمان مره. طب لو انتوا على استحياء ايه خايفين ليه؟ مش بنعمل حركتين دلوقتي؟ ايه وايه ترانزيشنال بكام درجه حراريه؟ مثلا تعالى خلينا نخلص. والروتيشنال يبقى التوتال ديجري اوف فريدم كام؟ وكل ديجري اوف فريدم بيسحبها طاقه كام؟ ها يبقى التوتال انترنال انرجي من النوع ده من الغازات تبقى قدره في كام؟ في 5. يطلع ان يو بتاعتها ب 5 على 2 ان ار تي. اسالك بقى امال الاولانيه كانت كام؟ يبقى لو اتفقوا الغازين دول في نفس كتير يبقى مين اللي له يو اعلى؟ احاد الذره ولا ثنائي الذره؟ اهلا يا حبيب ده الحراره بتاعته لو اتفق مع الثاني هو يبقى المحتوى الحراري بتاعه لان بيعمل حركتين. وبما ان يو ب 5 على 2 ان ار تي يبقى اليو سي في هي تفاضل واقسم على ان يبقى سي في بقى بكام؟ 5 على 2 ار. اكبر ولا اقل؟ يعني بنحتاج طاقه كالوريز كتير عشان نسخن درجه من النوع ده يبقى سي بي بكام؟ هتردوا كلكم صوت يا جماعه. 7 على 2 ار يبقى جاما يبقى 7 على كام؟ 7 على 5 يطلع 1.4. نروح المعمل يا باشمهندس وندي لها غاز الاكسجين والهيدروجين والنيتروجين ونطلع السي بي ونطلع السي بي ونطلع جاما كونستانت يطلع كام بقى في المعمل؟ تطلع 1.39 مللي. برضك انت شايف في تعارض ولا في اتفاق؟ بين ايه وايه؟ المقترحات دي اسمها مقترحات والنتائج المعمليه. هناك اتفاق agreement between kinetic theory predictions and experimental results والنتائج المعمليه. قال لي يعني معنى كده ان كل الغازات لو اتفق النوعين دول من الغازات لو اتفقوا في تي يبقى يو بتاعت نوع اكبر من يو بتاع نوع تاني. ليه؟ لان ده 3 على 2 والتاني كان بكام؟ 5 على 2 لنفس التي لنفس التي ونفس الان الواحد منهم. طب الحكم كمان بقى للكربون دايكسايد نشوف النوع الثاني. كربون دايكسايد الجزيء فيه كام ذره؟ 3. انت عامل فاصل واكتب 3 فور تراي اتوميك جاز. الموليكيول هاف 3 اتومز. بص يا باشمهندس ذره كربون اهي دي ذره كربون واحده اكسجين واحده اكسجين ده شكل الموليكيول ده. الجزيء في كام ذره؟ اسمع صوتك يلا كل شارك بصوت عالي. لما ادي طاقه للنوع ده من الموليكيولز بيعمل بها ايه؟ اسمع صوتك حركه انتقاليه وتوصل بكام درجه حريه؟ ثم حركة ضارب ثم حركة جديدة ان ذرة الكربون في النص هي وذرتين الهيدروجين تعمل حركة اهتزازية. والحركة الاهتزازية خدناها في سيمبل هارمونيك موشن ان عشان تطلع احداثيات اي جسم بيعمل هارمونيك موشن لازم حاجتين اكس عند اي زمن اكس وتي. فاكرين المعادلة بتاعت سيمبل هارمونيك موشن اكس بيساوي اي كوزاين اوميجا تي زائد فاي؟ ردوا عليا هنوصفها بكام درجة حرية برضك؟ 2. كم درجة حرية؟ مكان الجسم اقدر احدد مكانه لما تقول لي زمانه. يبقى كم اك كم ديجري اوف فريدم؟ 2. يبقى هنقول برضك الموليكولز تعمل ترانزيشن موشن سكراب باي 3 ديجري اوف فريدم والموليكولز تعمل ريتيشنال موشن سكراب باي 2 ديجري اوف فريدم اند موليكولز موف ا فايبريشنال موشن described by 2 degree of freedom. يبقى total degree of freedom طب كام؟ 7. 7 وكل degree of freedom بيسحبها طاقه كام؟ ها نص ان ار تي. يبقى اليو بتاع النوع ده من الغازات بكام؟ 7 على 2 ان ار تي. بالله عليك بقى يطلع ان من الثلاث انواع اللي درسناهم دول لو تي زي تي زي تي يطلع مين اغنى نوع من الغازات؟
مين رتب كده حسب بناء على قيمة يوب؟ مين أغنى يوب؟ الدرج ما بردش ليه. مين أكبر يوب؟ كاربون دايكسايد أغنى الغاز. حبيبي ده عايز قدر كبير من الطاقة عشان يسخن درج. شوف السي في بتاعته هتطلع بكام؟ تبقى كام يا باشمهندس؟ لما بتفضل تسعه على تبقى بكام؟ 7 على 2 أعلى سي في. أعلى سي في. ولو كنت مسخن عند ظبوط الضغط تبقى كام؟ اتفضلك اتفضلك. يبقى جاما كونستانت 9 على 7. تسعة على سبعة فالواحد اثنين ثمانية تقريبا 1.28. نروح المعمل ونشوف كربون دايكسايد الجامعة المعملية تطلع كام يا باشمهندس؟ تطلع 1.29%. 1.29%. شايف انها تبعد عن القيمة النظري ولا اتفقت؟ اتفقت. يبقى هناك اتفاق بين النتائج المعملية والنتائج المقترحة بواسطة. في ايه عندك؟ خليك معايا يا باشمهندس. اصبح هناك ايه؟ اسمع تاني الجمله. هناك اصبح هناك ايه؟ اتفاق agreement between prediction of kinetic theory and experimental results. واحد يقول لي هما ما فيش الا ثلاث انواع دول مونو ودايا وترايا. لا حبيبي ده في بولي يعني في جزيئات اكتر واكتر واكتر. وانت خدت في الكيمياء العضويه ده في ست ذرات هيدروجين وست ذرات كربون. فالكلام ده بس الكينيتيك ثيوري لم تنجح الا في التصور بتاع مين؟ اسمع جابر. الثلاثه دول مين ومين ومين؟ اغناهم مين؟ ها؟ في الامتحان محتاج اقول لك غاز الهيليوم السي في بتاعته بكام والسي بي بتاعته بكام وجمع؟ ولا هتيجي ان انا اقول لك غاز الهيليوم؟ اول ما تعرف ان ده غاز هيليوم يبقى عرفت انه ازاي غذاء احادي ولا ثنائي ولا ثلاثي خلص. والاحادي دي يبقى يوب كام؟ 3 على 2 والسي بي ب 3 على 2 ار والسي بي ب 5 على 2. اوعى تسالني على سي بي وسي بي الغاز. لو اخترت لك واحد من المجموعه على السبوره دي احادي يبقى يوب 3 على 2 ثنائي 5 على 2 ثلاثي 7 على 2. خلاص ردوا عليا. ارجع اقول تاني مين اللي بيبقى عايز طاقه كتير عشان يسخن درجه؟ مين؟ سمعتش كويس. تراي حبيبي قول لي اسم الغاز. كربون دايكسايد. يطلع اغنى الغازات الثلاثه اللي على السطح حبيبي. كربون دايكسايد ده عشان تسخنه درجه اديك بلبله دي كده يعني. لو حطيت شويه كربون دايكسايد في حله وعايز تسخنه قدامك اليوم كله على ما يسخن محتاج كالوريز كتير لان السي في بتاعته اسمع اجابه كبيره لدرجه ان في فتره من فترات عمر الارض قبل البني ادم ما يتوجد عليها بيسموها العصر الكربوني. ايه العصر الكربوني ده يا باشمهندس؟ كان بسبب الانفجارات الرهيبه اللي على سطح او في الارض ادى الى ان غلاف الارض كله بقى كربون دايكسايد. فلما يكون غلاف الارض كله كربون دايكسايد والشمس تيجي تنزل الحراره بتاعتها على الارض كان مين اللي بيستقبل الطاقه دي فوق؟ كربون دايكسايد. وما بيسخنش. ده ادى الى ان الارض ثلاجه بقت جليد. يبقى ده اسمه العصر الجليدي. كان سببه ان غلاف الارض كله اسمع اجابه كربون دايكسايد. نحمد ربنا ان الغلاف ما فيش فيه كربون دايكسايد كبير لان ده هيخلي الارض تبرد. ليه؟ لان هو اللي هيمتص طاقه الشمس. ده غير كده كمان فاكرين لما كنت بتدرسوا في الليزر في الثانوي ان عشان يحصل الانبعاث المستحس ستيميوليتد ايميشن كان يحصل ترانزيشن من هاير انرجي ليفل للور انرجي ليفل صح كده؟ لما يكون الديفرنس ما بين التو ليفلز كبير يطلع التردد كبير صح كده؟
الكربون دايكسيد يا باشمهندس اخطر انواع الليزر، لان واحد غني وبيفقر بيطلع لك طاقه بيخسر، فلما يجي يطلع لك ليزر يطلع اعلى فوتوز واكبرهم عدد. ده يؤدي الى ان الليزر الناتج من الكربون دايكسيد جاز لو نزل على بلوك من الحديد يقسمها نصين، يسيح الحديد يا باشمهندس، حديد الصلب بيسيح حديد الصلب. ليه بقى؟ لانه عنده كم نوع من انواع الطاقه؟ ها؟ ايه وايه وايه؟ عنده انرجي ليفل للترانزيشنال موشن، وانرجي ليفل للروتيشنال موشن، وانرجي ليفل للفابريشنال موشن. واحد عنده قدره على انه يحتفظ قدر كبير من الطاقه، وده لما يجي يطلع طاقه ويخسر يا باشمهندس ده بيطلع عنده ثلاثه مود اوف انرجي، الترانزيشنال مود، الفايبريشنال مود، الروتيشنال مود. يا ترى لما يحصل ترانزيشن من مود لمود ممكن يجي من ده او ده او الاثنين معا، فبيطلع فوتونز عددها كبير وفلاكس عالي لو نزل على بليت من الستيل يقسمه نصين. بفضل ربنا ان هو التكنيك بتاعه صعب لكن لا يستخدمش الا في المصانع بس الكبيره. لكن الليزر اللي احنا بنستخدمه ده هيليوم نيو، بص الاولاني مونو اتوميك جاز، لما ينزل منه الليزر الابداع اللي انت بتستخدمها دي تنزل على جسمك ولا على وشك ما بتاثرش، ابداع حاله ما تشعرش بيها انها على رقبتك. واضحه يا رجاله كده؟ احنا خدنا النجاح بتاع الكينيتيك ثيوري في تفسير الايكو بارتيشن برنسبلز للمونو دايا اند تراي اتوميك جاز. ممكن نمسح السبوره بقى شكرا. هناخد النهارده حاجه غريبه شويه، شباب في كمية غذائية جديدة هنعرفها النهاردة، ده مفهوم غريب. بيقول لها يا باشمهندس انتوا قاعدين تحطوا دلوقتي كده، مش انتوا قاعدين كراسي منظمة؟ مش هتلوكوا كلكم نصوص مكاني؟ يبقى الامتحان المنظمة لو عشوائية وبطاطا مين طالب؟ طب انا لو عملت وقت المحاضرة انتهت هيبقى النظام لازال التنظيم ايه ولا هيختل؟ هيتولد ايه؟ عشوائيه فوضى صح؟ هنعمل مسطره يا باشمهندس نقيس العشوائيه. مسطره تقيس الفوضى. وحركه الجزيئات. بسالك يا باشمهندس هي الفوضى دي كميه ثابته ولا بتتغير؟ بتتغير. اديك مثال، لو انا قلت المحرر انتهى وهيبتدي يطرح عليك الفوضى، هل وانا في طريق ماشي؟ هل وانا هنا؟ الفوضى اللي هتطلع عليك زي هنا زي هنا زي هنا ولا كل ما ابعد؟ ايه سي تسمع يا جاب؟ الفوضى دي لها اسم علمي جميل اسمها الهروب. اسمها ايه؟ ولا استخدمها بالله على الله غير المفهوم انها معيار لقياس الفوضى في حركه الجزيئه. الفوضى اللي انت سماها رمل. الدوله المحترمه اللي بيهمها اللي عندها خطط استراتيجيه لانتاجها بتعمل معيار لقياس الفوضى في سلوك مواطنيها. احنا عندنا نفس، احنا ما عندناش نظام اصلا. نشوف كده عربيه فقط في الشارع، الشارع كله تعب والمواصلات والعربيه واقف البلد كله. كوبري ويف، منزل كوبري ويف، قاطع معاه ويف، كله بسبب ايه؟ فوضى. سلوك الناس كله فوضى. احنا اللي عندنا تحت دراستنا دلوقتي هو سلوك الناس. بسألك يا باشمهندس هو الفوضى دي ممكن تنعدم في الناس او في المدى؟ فكر كده ورد عليها على مصر للصفوف. ولا يا باشمهندس ده عبارة عن غاز موجود في إناء، الموليكولز موجودة في كل حتة وغير منسقة، حركتها غير منسقة وعشوائية.
فاحنا رمزنا لكلمه الانتروبي بالرمز اس، فواضح ان ده اس بتاعته لا تساوي صفر. اما لو رجعت الغاز ورتبت جزيئاته بالمنظر الجميل ده، يبقى جزيئاته مرتبه، يبقى فوضى بكام؟ امتى يحصل الكلام ده؟ حبيبي الفوضى دي سببها ايه؟ حراره، الطاقه الحراريه اللي هي لما بتديها للماده بتحولها لطاقه حراره. انا من وجهه نظري لما اسحب كميه الحراره الفوضى بتزيد ولا تقل؟ ها اسحب كمان 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 حتى ايه؟ حتى وصلنا درجه حركه زيرو كلفن. الزيرو كلفن عند الزيرو كلفن يبقى الزيرو كلفن يبقى الفوضى بتزيد. قمة النظام كله قاعد ساكت ما بيتحركش. طب لما نبتدي ندي الغاز كمية حرارة الفوضى بتبتدي تزيد مش كده؟ يبقى أنا عايز بقى تعريف الانتروبي. انتروبي اكتب لو حبيت تعرف is defined as the physical quantity which measured the degree of random motion درجة العشوائية في حركة الموليكولز of molecules. لها مرادفات كتير بقى، يعني كلمة random motion ممكن disordering، مش order معناها منسق أو مرتب، ونفيها إيه؟ disorder. degree of disordering whatever بقى، المهمة هي degree of random motion. احنا يا باشمهندسين وصلنا في حياتنا للزيرو كلفن ولا احنا دائما وابدا فوق؟ فدائما وابدا اس لها قيمه. طب تزيد وبتقل بناء على ايه بقى؟ على كميه الحراره. يعني يا باشمهندس اس بتتغير؟ طبعا اس بتتغير من دلتا اس، بتتغير بناء على ايه؟ اديت الماده كميه حراره دلتا كيو يحصل تغيير بمقدار دلتا اس، خدت منها دلتا كيو يحصل نقصان بمقدار دلتا اس. يعني دلتا اس دي واخده اشاره ايه واشاره ايه واشاره ايه؟ موجبه لما تدي حراره، سالبه لما تسحب حراره. يعني خدت اشاره دلتا كيو، فاكرينها ديت؟ دلتا كيو بوزيتيف لما يكون هيت ادي تو اسيستم، نيجاتيف وين ريموفد فروم اسيستم، ولما يكون السيستم معزول. ها يكتب يا باشمهندس دلتا اس بوزيتيف لما يكون دلتا كيو بوزيتيف وهيت ادي، ونيجاتيف لما يكون ريموفد ودلتا اس بصفر وين دلتا كيو بيساوي صفر. يعني نو هيت ادد نو هيت ريموف، ويبقى دي اسمها ايه؟ اسم البروسيس دي اسمها ايه؟ لما نو هيت ادد ونو هيت ريموف، يبقى في الادياباتيك بروسيس دايما دلتا اس بيساوي صفر. رد عليها يا باشمهندس لو سمحت، عايز اسمع اجابه على السؤال اللي هساله. عندي شخصين، طبعا الاشخاص دي غازات، شخصين، هدي كل واحد كميه حراره متساويه وليكن 10 كلم، بس في مره الغاز غني ومره الغاز فقير. ايه الغاز الغني وايه الغاز الفقير؟ اللي يو بتاعته كبيره، يو كبيره للتي كبيره، ما احنا خدنا يو هي بتعتمد على تي مش كده؟ يبقى لو عندنا غاز بارد وغاز ساخن، يلا بقى رد عليها كده. غاز درجه حرارته مثلا 50 سلسيوس ونفس الغاز درجه حرارته 500 سلسيوس، هدي الاثنين 10 كيلو، مين اللي هينفعل اكتر ويهيج اكتر ويبقى نشاطه اكتر؟ اللي عند 50 سلسيوس ولا عند 500؟ ها اسمع اجابه واضحه، الغاز السخن ولا الغاز البارد؟ ده بالبلد. يعني لما يكون واحد غني وواحد فقير واديت الاثنين 100 جنيه، مين اللي هينفعل ويهيج ويهيص بال100 جنيه؟ الفقير طبعا. الدلتا اس بتاعته تبقى واضحه. يبقى يا باشمهندس لما انا عندي غاز اديته دلتا كيو، فدلتا اس تتغير بحيث دلتا اس تساوي دلتا كيو، وانت قلت لي التناسب بقى طردي ولا عكسي مع التمبريتشر. فقير دلتا اس تبقى كبيرة، صح كده؟ مش انت قلت الفقير دلتا اس تبقى كبيرة؟ يبقى التي بتاعته
صغيرة يبقى لها دلتا اس كبير، يبقى التناسب عكسي، يبقى بكل تي. عرفت ليه تي التناسب العكسي؟ لأن حبيبي لما يكون الغاز بارد ينفعل كتير ودلتا اس تبقى واضحة. طب السؤال بقى، أنا قلت تي ولا دلتا تي؟ ها؟ تي تي دي تطلع إيه؟ درجة حرارة مين؟ مش هي درجة حرارة الغاز أثناء ما استقبل دلتا كيو؟ اللي هتبقى مين في المثال اللي أنا ذكرته؟ مرة تبقى 50 أو 500، مش قلت غاز عند درجة حرارة 50 وغاز آخر عند درجة حرارة 500؟ اديته 10 كالوري، يبقى بقسم ال 10 كالوري على 50 زائد 273. أو في الغاز الثاني 10 كالوري على 500 زائد 273. يبقى التي المقصود بها التمبريتشر ات ويتش ذا جاز وين اكسبتد دلتا كيو. يسخن ولا ما يسخنش دي مش قضيه. فهمنا؟ طب اليونتس بتاع الدلتا اس تبقى ايه؟ اليونتس كالوري على كيلو، كالوري لكل كيلو. ولا يا باشمهندس لو جبت الدلتا كيو في طرف الواحد يبقى بيساوي ايه؟ لما نجيب دلتا كيو في طرف الواحد يبقى تي دي اس، لما كامل الطرفين من صفر لكيو يبقى كامل من هنا من اس واحد لاس اثنين. قال له يبقى كيو هي عباره عن تكامل من اس واحد لاس اثنين تي دي اس. قال له يعني لو رسمنا جراف، اول مره هنرسم جراف جديد اهو، احنا طول عمرنا واخدين جراف البي والفي صح؟ هناخد جراف جديد بين مين بقى؟ تي و اس. هناخد جراف نحط مين على الاكس اكسس ومين على الواي اكسس، ده هنا اس وهنا تي. فكر بفكرك تاني، كيو هتكمل تي دي اس كانت ايه برضك شبه دي كده؟ الورك بيساوي تكامل بي دي في صح؟ فكانت الاريا اندر كيرف تمثل الورك. فلو افترضنا ان في عندي جراف زي ده كده بين النقطه ديت والنقطه ديت، النقطه ديت الاولى يبقى اس 1 والنقطه ديت الثانيه تبقى اس 2، وانت بتتنقل من اس 1 لاس 2 كان في مقدار صغير اسمه دلتا اس، فانت بتضرب دلتا اس في تي مش يطلع المساحه. يبقى الحته ديت هي عبارة عن تي دي اس تبقى هي مين؟ دلتا كيو. لما بنجمعها دي ده دي ده دي يطلع المساحة الكلية، يطلع المساحة الكلية تمثل ايه بقى؟ الأريا دي كلها تمثل ايه؟ خلص على صوتك كيو. أمال كان البي في ده جرام المساحة تحت الكيرف تمثل ايه؟ خلاص اتفقنا على كده؟ يبقى عندي اثنين فيجرز، اثنين جرافز، تي دي اس ده جرام والبي في ده جرام، دوك الأريا أندر كيرف ريبريزنت الورد، هنا الاري عند كيرف ريبريزنت كوانتيتي اوف. خلاص يا باشمهندس ولا يا باشمهندس الفيرست لو في سالم دايناميك دلتا الانتروبي بيساوي ايه؟ مش احنا عندنا دلتا كيو بيساوي دلتا يو زائد دلتا دبليو، شيل دلتا كيو حط بدلها تي دي اس، اي دلتا كيو بيساوي تي دي اس، يبقى تي دي اس هتساوي دلتا يو اللي هي ايه؟ ان سي في دي تي زائد دلتا دبليو اللي هي ايه؟ بي دي في. ده الفيرست لو اوف سيرم دايناميك بدلاله انتروبي. اقسم على تي كده يا باشمهندس، خلي دلتا اس في طرف الواحد، دلتا اس في طرف الواحد، لما اكون دلتا اس في طرف الواحد يبقى مالي لي كده يا دلتا اس بيساوي ايه؟ ان سي في ايه؟ على تي زائد بي دي في على تي. ما دلتا يو هي ان سي في دي تي. الطرف اللي على الشمال بيدي التغير في الانتروبي، واللي على اليمين بيدي دلتا يو لكل تي، واللي على اقصى اليمين دلتا دبليو لكل تي. حبيبي المعادله دي هنستغلها لإيجاد التغير في الانتروبي. احنا خدنا كام بروسيس؟
وطلع تغلغل في الانتروبه في الاربعه بروسيس. همسح الصبوره واقسم الصبوره اربع 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 اجزاء. عشان دي عمراش حصل. عشان دي عمراش حصلت يا باشمهندس. عمراش وصلنا للزيرو كده. يلا يا رجاله، العنوان ايه دلوقتي؟ هندرس the change of entropy in واحد. change of entropy in واحد. ايزو ثيرمال بروسيس. ايزو ثيرمال بروسيس، كان مين اللي ثابت يلا؟ التي، مالوني يلا كده مواصفات التي تساوي كونستنت. يبقى يو ثابت. يبقى دلتا تي بتساوي صفر، يبقى دلتا يو بتساوي صفر. يطلع بقى لما يكون دلتا تي بصفر، دلتا يو تبقى بصفر، يبقى دلتا اس بتساوي ايه؟ ها؟ بي دي في على تي. خلي بالك التي هي اللي ثابته، لكن بي متغيره وفي بتغير المناظر، لان بي انفرس مع تي. ما اعرفش كام. لازم اجيب علاقه بين البي والفي، ايه التكامل بقى نجيبه ازاي؟ فصل المتغيرات، هنقول بمعنى البي في البي بيساوي ان ار تي. طلع بقى البي في طرف لوحده بيساوي ايه؟ ان ار تي تروح مع تي، يبقى دلتا اس بتساوي ان ار تي تروح مع تي في المرقبه. يبقى لي ايه دي في على في. كمل يلا يا باشمهندس، هنكمل من هنا اس 1 اس 2 يبقى التكامل من في 1 لفي 2. يطلع ان اس 2 ناقص اس 1 يساوي ان ار لن في 2 على في. شبه ايه؟ شبه ايه؟ بس كانت ورك ان ار ولا ان ار تي؟ يا حبيبي طبعا طبعا، لان دلتا اس دلتا اس دلتا اس ده بصفر. هدي الناحيه دي يبقى ده الورك، يبقى دلتا اس الورك لكل تي. يبقى هات المعادله اللي في خيالك المره اللي فاتت ان ار تي اقسم على تي يطلع ان ار بس، ونفس اللين نفس اللين. اتفقنا يا شباب؟ طب يلا، كان البي في دايجرام شكله عامل ازاي؟ البي في دايجرام ردوا البي في دايجرام اللاين سيرمان كير مين ديت؟ في واحد. ومين دي؟ المساحه دي تناظر ايه؟ الورد. تبقى تي اس دايجرام بقى شكلها عامل ازاي؟ اس بتتغير ودي ثابته. محدش بيرد عليا. ما تنده يلا. اس بتتغير ودي ثابته، يبقى بشكل خط العلاقه ايه؟ خط افق. اهي. اس واحد اهي واس اتنين اهي. ده تي اس دايجرام، المساحة تحت الكيرف هتمثل ايه؟ ها؟ صوت جماعي. يا انسة اللي مشغولة عني. وحشتك زميلتك قوي، يعني الحوار ده سخن بينكم وبين بعض. أنا بتعب عشان خاطر مين وببذل مجهود معاك عشان خاطر مين؟ انت جاي من بيتكم هنا عشان تقعدي تكلمي زميلتك، كان ممكن تكلميها وانت في بيتكم. لو سمحت، اللي انا بقوله ده محاضره النهارده. حبيبي عند ناس ثانيه غير اللي قاعد قصادي كان ممكن تتقسم على ست سبع محاضرات اللي هي التغافل الانتروبي ده، لان ده موجود في الكتب واخد ثلاث شابترز. بس خلاص انت فهمت. فهمت كل بروسيس، ده انا هشرح لك دي ودي ودي. في محاضرة واحدة.
لان دول مش خلاص حفظت كل حاجه جت على الروبي اللي قصاله صوت جماعه اسمع. يبقى المساحه تحت كيرف تمثل ايه؟ كيو. دي مساحه تمثل كيو ودي المساحه بازل ايه؟ مين اكبر؟ المساحه تحت البي في دياجرام ولا تحت تي اس دياجرام؟ استغفر الله العظيم. ازعل منكم. الاثنين قد بعض يا باشمهندس. ليه يا باشمهندس؟ لان انت خدت الفيرست لو اوف سيرمو دايناميك ان دلتا كيو تساوي دلتا دبليو. مش دلتا يو بصفر. يبقى المساحه دي اللي اكبر. اهو كمان 10 ايام هتخش الامتحان وهتسقط فيه. وانا بحذرك اهو. ازعل مني لو انا ما قلتش. يلا رد تاني. مين اكبر؟ ليه؟ لان دلتا يو بتساوي زيرو. خلاص؟ حبيبي ما تنساش ان في 2 على في 1 هي في 1 على في 2. خلاص اتفقنا على كده؟ عشان التي اشاره غلط في الامتحان. مش شرط اديك في 1 وفي 2. بحذرك. 2 ان ايزو كوري بروسيس. عايز كوري بروسيس كان مين اللي ثابت؟ الحاج في بتساوي كونستنت. ولما كل في كونستنت تبقى دلتا في بتساوي زيرو يبقى دلتا دبليو بيساوي زيرو. في الشوك. يبقى لما تطبق المعادله ديت هنسال لك كلها تاني ولا ده هيبقى بصفر؟ ده في بصفر. هيبقى دلتا اس بيساوي ايه؟ ان سي في دي تي على تي. دي مباشره هي على طول لانها هنكمل مباشره. يبقى ان ثابت وفي سي في ثابت يبقى التفاضل نكمل دي تي على تي. هنا من اس 1 لاس 2 ومن تي 1 لتي. يبقى دس 2 ناقص اس 1 بيساوي ايه؟ ان سي في لين تي 2 على تي 1. خلي بالك تي 2 على تي 1 هي قسمه ايه على ايه برضه؟ لما يكون الحجم ثابت. ها؟ هي نفسها في 2 على في 1. خلاص؟ البي في دياجرام شكله ايه؟ البي في حجم ثابت. خلاص في اريا؟ لا يبقى الورك بصفر. طب وتي اس؟ بص يا باشمهندس بقى كده تي اس الجديد عليك. ادي اس اهي وادي تي اهو. بالغرض من اس 1 اس 2 لان اس 1 قدام تي 1 ودي اس 2 قدام تي 2. يبقى نقطه زي النقطه دي احداثياتها اس 1 واحداثياتها تي 1. ونقطه زي النقطه دي الضرب زادت بقت اس 2 لان درجه حراره زادت تي 2. دي النقطه النهائيه ودي النقطه الابتدائيه وبتنقل بينهم عن طريق داله لوغاريتميه. لوج او لين. يبقى شكلها كده يا باشا. خدناها في الهندسه التحليليه. الداله اللوغاريتميه. واضحه يا شباب؟ الاريا اندر كيرف هتمثل ايه؟ ها؟ كيو. كيو ديت راحت لمين؟ في الايزوكوريك. مش دي حاله الضغط؟ حجم ثابت، ادينا الماده كميه حراره، عامل بيها ايه الغاز؟ كلها زود يو، يبقى كيو ديت هي دلتا يو، اوعى تقول دلتا سمول، لا التغير في يو. دلتا يو. حبيبي عايزك تبقى كده كيو هي دبليو. وهنا دي كيو. واضحه يا شباب؟ انقل على العمليه اللي بعدها عشان انا مش عايز اطول. واقعد كده طول النهارده بص فيهم لغايه ما تدركهم. ثلاثه ان ايزو باريك بروسيس. ايزو باريك بروسيس كان الضغط هو اللي ثابت. بي بيساوي كونستنت. يبقى دلتا بي بيساوي زيرو. حاجه هنا هتبقى بصفر. دي بتتغير الايزوباريك فعلا درجه الحراره بتتغير لان بي ودي ودي بتتغير لان في هو اللي ثابت. يبقى دلتا اس هتساوي ان سي في دي تي على تي زائد بي دي في على تي.
حبيب الضغط هو اللي ثابت، بس في هنا تغير بين مين ومين، في وفي، والاثنين دول بيتغيروا مع بعض. لما يكون الضغط هو اللي ثابت، البي والفي يزيدوا مع بعض. فلازم نجيب العلاقه بين الاثنين دول عشان نعرف انها كامل. ايه العلاقه؟ بتقول ايه العلاقه؟ ان بما ان بي في البي سواء ان ار تي، خلي بالك قلتها لك 50 مره، ودلوقتي المره رقم 51 فاضل. يلا تفاضل تاب فاضل، يبقى بي دي بي ها زائد بي دي بي بيساوي ايه؟ ان ار دي تي. هناخد المعادله دي نطبقها حيث الضغط ها، يبقى دلتا بي ده بكام؟ يبقى بي دي بي هي ان ار دي تي. مش خدناها؟ كان الورك بدلالة التغير في التمبريتشر، يبقى نعوض عن بي دي في بان ار دي تي، يبقى حط هنا ان وار ودي تي، يبقى ان اصبح دلتا اس تساوي ان سي في دي تي على تي زائد ان ار دي تي على تي. ناخد من المشترك خلص. وي كمان وان، يبقى ان قوس جواه ايه؟ ها اكتب سي بي يعني جاهزين ولا اقولها؟ لا والله يا ابني، لا في ناس برا مش فاهم حبيبي. ايه بقى ايه؟ وافتح قوس سي بي زائد ار دي تي على القوس ده هو سي بي. خلاص تعرف انا كنت عايز اكتبها من امتى؟ من وانا كنت في حتتك. ايه الصوت ده؟ في موبايل هنا. مع رجاله يبقى التكامل ده هيبقى التكامل. يلا اكمل ده يا باشمهندس. يبقى دلتا اس هنكمل من اس 1 لاس 2 كامل من تي 1. يبقى اس 2 ناقص اس 1 بيساوي ايه؟ ان سي دي لن تي 2 على تي 1. طب ما احنا خدناها قبل كده دي. مش دي خدناها قبل كده؟ هي هي؟ رد خدناها قبل كده؟ هي هي ولا ايه الفرق؟ يعني عايز تقول لي، عايز تقول لي ان التغير في الانتروبي، لا 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 اسمع ركز معايا كده. التغير في الانتروبي اس 2 ناقص اس 1، وهنا اس 2 ناقص اس 1. لو افترضنا ان اس 1 ديت هي اس 1 دي معايا كده رجاله، وتي 1 دي هي تي 1 دي، وتي 2 دي هي تي 2 دي. هل اس 2 ده هو اس 2 ده؟ مين اكبر؟ ها اس 2 بتاعت ثبوت الحجم ولا اس 2 بتاعت ثبوت الضغط يا باشمهندس؟ طبعا اس 2 دي اكبر. يعني اللي لو افترضنا الاثنين بادئين بدرجه حراره واحد وانتهى عند درجه حراره واحد، يعني سخنا الغاز بمعدل دلتا تي تبقى واحده، بس واحد عند ثبوت الحجم يبقى دي حل الضغط، والثاني عند الحاله المكشوفه. وجدنا ان اس 2 هنا غير اس 2 هنا. طب البي في دياجرام هنا شكله عامل ازاي وشكله عامل ازاي؟ ادي البي وادي الفي. يلا اسمع صوت. ده كان الضغط ثابت. خط ايه؟ في 1 وفي 2. هنا بقى يبقى تلت اس دياجرام شكله عامل ازاي؟ ادي تي. ممكن لو سمحت ارفع الخط ده شويه عشان ارسم لك الرسمه الجميله لسيادتك، مهم ماذا بالنسبه لك؟ بص يا باشمهندس، برضك هبتدي بتي واحد وتي اتنين واس واحد واس اتنين. نقطة اهي، ادي نقطة واحدة تي واحد، ونقطة اتنين اس اتنين وتي اتنين، وبعدين من واحد لاثنين بره برضه الداله اللوغاريتميه. ما هي الداله اللوغاريتميه برضه. وفي كل مره الاريا اندر كيرف تمثل كيو. ماشي شباب؟ بس حبيبي عايز اجيب الاثنين على ورقه واحده. اجيب الورقه دي على الورقه دي. ماشي يا باشمهندس؟ هنبتدي الاثنين بياخدوا اس واحد؟ هنبتدي الاثنين باس واحد. يبقى النقطة الثانية ناخدها باللون الأحمر الجميل ده. أدي اس واحد أهي. بتاع دي. دي. يا ترى هي ديت النهاية؟ لا.
وضحت الاثنين ابتدوا بمين؟ وانتهوا باتنين اس. ديت اس 2 عند ثبوت الحجم اقل من اس 2 عند ثبوت الضغط. مين اكبر؟ مين دلتا اس منين الاكبر؟ انا بسال سؤال، دلتا اس منين الاكبر؟ عند ثبوت الضغط او عند ثبوت الحجم؟ عايز واحد شاطر يقول لي بمقدار كام؟ لا اسف ار، لا اه ان ار لين حبيبي. مع كل ديت كل دي بص ده كل ده اهي دي زياده واضح، لانك هتفك سي في بزي في زاد ار ان سي في لين هي نفسها اللي فاتت، يبقى لي ايه بقى؟ ان ار لين. واضحه يا رجاله؟ ايهما اكثر changes of entropy في حالة عند ثبوت الضغط؟ طب لو سمحت عندي 2 كيو كيو عند ثبوت الحجم وكيو عند ثبوت الضغط، ايهما اكبر كيو؟ خلي بالاحمر، خلي بالاحمر، هي ثبوت الحجم، يبقى كيو عند ثبوت الضغط وكيو عند ثبوت الحجم الاحمر وكيو عند ثبوت وكيو عند ثبوت الضغط دي اللي هي الرسم. وده الفرق بين الحالة العادية والحالة حالة مغطى ذات غطى ثابت. ان الكيو اللي طلعت من البوتاجاز عشان تطبخ نفس الاكل تحتاج كمية اكبر، لان تي واحد هي نفسها تي واحد وتي اتنين نفسها تي اتنين. واضحة يا شباب؟ حضرة النهاردة الكلام ده هتحطه قصادك النهاردة تقعد تبص لي كده وتركز فيه عشان مخك يبقى زي الفصل ده. اوعى تدخل الاثنين على بعض. العملية رقم 4 ادياباتيك بروسيس، احنا خدناها والله ذكرتها في الادياباتيك بروسيس. دلتا كيو بيساوي زيرو، يبقى دلتا اس على طول بيساوي زيرو. دلتا كيو بيساوي زيرو، يبقى دلتا اس بيساوي زيرو. بما ان دلتا اس بيساوي زيرو، يبقى اس واحد بيساوي اس. الانتروبي ما بتتغيرش ثابته. لو رسمت جراف البي في دايجرام شكله عامل ازاي؟ ادي البي وادي البي. فاكرين الاديابات كنا بندرس الاديابات ازاي؟ ثلاثه ايزوثيرمال ونقطعهم. ادي ايزوثيرمال واحد ويسمل اثنين ويسمل ثلاثة، وقلت لك الأحمر ده هو الأدياباتيك كير. مين بيتغير فيه؟ ضغط ثابت ولا متغير؟ رد والحجم ودرجة الحرارة ثلاثة بيتغيروا بس السيستم يبقى معزول. ده على البي في دياجرام هو اللون الأحمر ده. طب تي اس، تي اس اس ثابت، انت قلت لي دي بتتغير تبقى شكلها ايه يا باشمهندس؟ خلاص ادي اس 1 تساوي اس 2 بس دي تي 1 ودي تي 2. واضحه يا رجاله؟ لو سمحتوا الاربعه دول حطوه قدامك دايما كده، وانا طبعا عشان لازلت مركز معاكم من البدايه الخطه قالوا لي الدروب صح كده. عارف من اربعه ده في حاجه على بقى على الصبوره مش فاكر؟ لا في حاجه رسمتها مش واضحه ليك حبيبي. الكلام على الصبوره ده بيتحط في كتب في ثلاثه شهر، ثلاثه شهر بس. سيادتك انت ظبطت ودماغك اتظبطت على كل بروسيس فيها ايه؟ لما تعدوا عليك انتهت. صبر رد عليا يا باشمهندس لو سمحت كده، لو سمحت. بص يا حبيبي انا عامل انت عايزها. بص اول واحده واخر واحده، عشان اول واحده واخر واحده ليها فيها فلسفه جميله خالص. بتقول اللي هي خميل اللي ثابت ده المقصود يا جماعه درجه الحراره ثابته والدروب اتغيرت، يعني الفوضى تتغير ودرجه الحراره ثابته. اوعى تحط في عقيدتك ان الفوضى سببها خلاص درجه الحراره. اه
ضرب الطياره ودار الكراسه والعكس الدائري، دي خط افق ودي خط راس. بص الرابع مين اللي سافر الرابعه؟ الاس اللي سافر ودار الكراسه الرايه. يعني متى ممكن تسخن والضروب هي هي؟ واخد المعلومه دي؟ متى ممكن تسخن والضروب هي هي؟ لا وايه كمان؟ عايزين بقى جمله كمان. طب لو حضرت على السهم ده وخدت راس الاخير ده، السهم لازم لتحت، اقول الماده ممكن تسخن ولا الماده ممكن تبرد؟ ها؟ قول لهم ضروبي. ها؟ بحث كده يبقى سي درجه حراره والضروبي كميات مستقله. لكن في النص لهم ضروب كتير ارتباط قوي. العمليتين اللي في النص بص كده اللي في النص ان سي دي لينت 2 على تي 1 والثانيه لينت 2 على تي 1 بغض النظر عن السالب كان سي دي ولا سي دي. واضحه يا شباب؟ كده احنا خدنا كام اكسس؟ اربعه. ان شاء الله نخش في الكورس الكريم. ما في حد هيضيف حاجه جديده فوق اللي انت عامله. اطمنك الاربعه الاكسس دول علمي تاني تقعد تدرس فيه سنتين ثلاث سنين كلها تطبيقات على اللي انت عامله. وهناخد تطبيق دلوقتي هو محرك السياره هيت انجن وهو ده اهم حاجه نفهم المحرك بتاع السياره بيشتغل ازاي اكتر احسن من الميكانيك اللي طلع من جوه. عايز حد يفتح السطوره بعد يلا افتح السطوره. بص يا حسام عشان الوقت مش كده عشان الوقت احنا خدنا كام بروسيس قلنا؟ اربعه. في لفظ هو مش نيو بروسيس ولا حاجه بس هو لفظ مجازي بيقول لك عليها الفيرسال بروسيس. ايه البروسيس الفيرسال؟ انترفيرس يعني قابل للانعكاس. حبيبي انا هديك مثال بسيط خلاص يا شباب شاطر معايا وفهمت كل حاجه وكل يوم انت مش تيجي الكليه وبعد الدور بتروح يعني الصوت في طريقك الى هنا وبعد الدور بتروح. العمليه دي قابله للتكرار ولا لا؟ تتكرر يضغط على مجهودك في الكليه دي الفرصه من تتكرر صرف النظر بقى زمن دولي ثابت ولا غير زمن دولي ثابت مش حركه طبيعيه. المهم حركه تكراريه بتتكرر مره من A الى B ومن بره من B الى A تاني. ده شروط ده شروط ثلاثة. شروط الريفرس انجن. ايه بقى ثلاث شروط؟ أول حاجة يا باشمهندس إن لما تروح كل يوم بدري وتيجي الصبح تروح بعد الظهر وتتكرر كل يوم كل يوم كل يوم والعملية تكمل لابد إن وأنت في الطريق أثناء وأنت بتتنقل من المكان A إلى المكان B ممنوع الاحتكاك. اوعى حد يحتك بيك في الطريق لان الاحتكاك هيخليك تغير خط سير ويقف العمليات كلها. وانت فعلا لو واحد قعدنا في الطريق واحتكيت خليته مع بعض يا ما راح المستشفى يا ما راح القسم بجد حالات دوره سايكل من المطعم. واضحه المعلومه؟ يبقى شرط الريفرسابيلتي ايه؟ الميديم يكون ايه؟ زاد احتكاك ولا دون احتكاك؟ بيسموها فريكشن ليس فريكشن ليس بروسيس. عشان كده بنهتم في المواتير بالشحم والزيوت قبل صناعه الموتور نفسه. ده الزيوت والشحومات دي علم لوحده عشان تحسب تحقق عمليه ايه؟ قدره على الحركه. تاني شرط يا باشمهندس ان يكون درجه الحراره ما تزيدش جامد ما بين الحاله ايه والحاله دي. اما دور كبير درجه الحراره غير قابل للريفرس. واكيد مثال جميل خالص. الميه لما تسخن بتتحول لبخار. لما البخار يرجع يبرد تاني للكاسه ترجع ميه تبقى عاملها دي بس. طب لو رفعنا الميه درجه حراره 300 400 وبردت ترجع الميه تاني. لكن لو وصلت درجه حراره الميه اللي هي بقى البخار الى 600 درجه مئويه والله مهما برد يا باشمهندس مش هرجع ميه تاني. مش هترجع البخار الميه الميه يبقى ذرة الأكسجين ما بتطيقش ذرة النيتروجين. يبقى العملية كملت ولا ما كملتش؟ ما كملتش بسبب ارتفاع كبير درجة الحرارة.
يبقى شرط الريفرسابيلتي يبقى التغير في القيمه رضي. شرط الريفرسابيلتي التغير في القيمه صغير. الشرط الثالث الضغط. اوعى تقول يا باشمهندس في الحاله دي للحاله دي يكون الفرق عظيم، لازم يكون صغير الضغط. ليه؟ لان القنبله لو انفجرت هي ترجع تاني. سبب ايه؟ الفرق الضغط كبير غير قابل انه يرجع تاني. اما في موتور السياره ممكن فعلا يحصل انفجار بس تبدا دي تبقى صغيره وانت تحصل على فتره كبيره من تكرار الانفجار، تكرار الانفجار في كل ولا معلوم. لكن لو كان الديسك ده انفجر مره واحده والموتور هيدفع هيتهدد مش هيحصل. يبقى كان شرط سكتهم بس صوتكم ايه وايه وايه؟ ستريشن ليس داتا دي سمول داتا دي ايضا سمول. ناخد مثال على الريفرسبل بوكس. فيت انجن ريفرسبل بوكس الشروط انت عرفتها خلاص. اكتب شروط دلتا فريكشن ليس دلتا تي سمول دلتا بي سمول. ناخد مثال على الهيت انجن يا شباب. واحد اسمه كارنوت. كارنوت انجن كارنوت سايكل او كارنوت انجن هي هي. هناخد مثال دلوقتي على موتور باسم واحد اسمه كارنوت. قول لي يا باشمهندس حبيبي لما كنت باجي ارسم دايما سايكل مش كنت باجي ارسم السيستم كده؟ مش ده اللي كنت دايما لما اجي اطبق عليه القطع القانوني بتاع الغازات كنت بعملها كده؟ هي فعلا انا قصد عشان دلوقتي ايه بقى دلوقتي؟ ان دي بعملها كده مصل والمصل ده لسه متوصل بركبه كده على على قرص وادي الموتور بالمصل. تخيل بقى ان لو البستن ده بيرجع لورا فروح زائد دي كده وترجع تعمل كده تاني يبقى ده رايح بالمنظر الجميل ده. ده عباره عن سلندر وبستن. العربيه فيها اربعه سلندر زي دول بالظبط وفي سته سلندر زي دول او ثمانيه سلندر زي دول والعربات النقل بتوصل ل 12 سلندر. ايه الفكره بقى؟ ان احنا بنحصل على ورك من كل واحده والورك الناتج من في العربيه جاي من اربعه. احنا هندرس واحد وان سلندر واللي تكرار في الاربعه او السته او الثمانيه على حسب العربيه. واضحه يا شباب؟ الاربعه بيتصلوا ببعض ازاي؟ خد كده كوبي من ده وطلع واحد زيه بالسبوره يبقى ده موازي ده موازي ده موازي ده والدايره ديت ادي دايره 2 3 4 وكلهم متوصلين على محور واحد. ده هنا مصورة اهي محور واحد. فواحد يودي والتاني يجيب، واحد يودي والتاني يجيب، واحد يودي والتاني يجيب. كام بروسيس؟ هندرس البروسيس لكل واحد، يبقى كلامي على وان سايكل ووان سلندر. انا هدرس دلوقتي وان سلندر. ولو عندي اربعة سلندر هضرب في اربعة. موتوسيكل وان سلندر واحيانا في موتوسيكل اثنين سلندر وموتوسيكلات الشرطة اربعة سلندر البي ام. معايا يا رجالة؟ انا يبقى كلام هدرس دلوقتي الورك الناتج من ايه؟ من وان سلندر. عباره عن ايه بقى؟ ورقه جديده كده وهنعمل تي اس دايجرام والبي في دايجرام. حبيبي حبيبي عشان انت فهمت معايا الموضوع مش هياخد اكتر من 5 دقايق او 10 دقايق. كارنوت سايكل ده في كتب شابتر شابتر احنا هناخده في 10 دقايق. تسمع مني بقى لو سمحت. خلاص ما انت عرفت الاربع بروسيسز اللي احنا خدناهم. يلا بعد اذنك كده. الفكره ايه؟ انا وصل للقسم الدائري دي 3 نقط او 4 نقط. بس النقطه دي اسمها ايه؟ ايه والنقطه دي بي والنقطه دي سي والنقطه دي تي. قسمها لاربع نقط. ومين اللي بيعدي على النقط الاربعه ديت؟ الركبه دي مره تبقى هنا
مرة تبقى هنا، مرة تبقى هنا، مرة تبقى هنا، ومرة تبقى هنا وهكذا. تكمل هبتدي بإيه؟ وانتهي عند إيه؟ يبقى وان سايكل اسمها كارنوت سايكل. يلا يا باشمهندس الفكرة، لما يكون الركبة ديت المفصل ده وصل عند نقطة إيه؟ مش ده هيبقى على الآخر؟ ردوا. حجم أقل ما يمكن، هيبقى في المكان هنا. صح؟ ويبقى حجم الغاز لسه مفيش غاز في الإناء. أروح فاتح هنا حاجة اسمها صباب كده أو صمام يدخل سبراي خليط ما بين الغاز البنزين والهواء الأكسجين وروح قافل تاني. أول ما دخل وروح قافل تاني ويقفل. خلاص يبقى ده قفل تاني. وفي عندي هنا ولاعة تعمل شرارة زي الولاعة بتاعت السجاير بالظبط أو ولاعة البوتاجاز. فالبنزين لما يقابل ولع يروح منفجر ودرجة الحرارة تبقى عالية جدا والضغط عالي جدا. معايا يا رجالة؟ فالنقطة دي تتمتع بإن هي ذات ضغط. ردوا بقى خلينا نخلص. والحجم أقل ما يمكن ودرجة الحرارة. فالنقطة دي لما أجي أمثلها على البي في ده جرام أكبر الحجم ولا أقل الحجم؟ وأرفع؟ أيوه. ساعة ما درجة الحرارة تعلى كده والضغط يزيد فالبستن ده يواجه قوة من الغاز فتروح رجعها عن ورا. فلما ارجع ورا الاقي ايه تلف الى بي. استغرب انا بتنقل من ايه لبي. حصل فيه تغيير في ايه ونقصان في ايه؟ تغيير زيادة في حجم ونقصان في ايه؟ بس درجة الحرارة اللي هي درجة حرارة تعلي البنزين. ماشي يا شباب؟ العمليه دي اسمها ايه؟ اسم البروسيس لما يحصل زياده في الحجم ونقصان في الضغط عند ثبوت درجه الحراره. اسمع اجابه ايزوثيرم. ايزوثيرم بيحصل ان النقطه ايه تقل النقطه بي ايزوثيرم ودرجه الحراره على المحور دي ثابته هنسميها تي اتش. المقصود بكلمه تي اتش الهوت تمبريتشر. هوت تمبريتشر اللي هي درجة حرارة اشتعال البنزين يا باشمهندس. حجم زاد والضغط قل عند ثبوت درجة الحرارة. يطلع عايز يصير مالكيرف. ممكن نرسمه على تي اس دايجرام. يلا كده هات الرسمة بتاعت الأولانية درجة حرارة ثابتة عايز يصير مالك. تي اس دايجرام تاخد خط أفق. أهي يا باشمهندس. أدي نقطة إيه وأدي نقطة بي يا باشمهندس. النقطة دي درجة حرارتها كام بقى؟ مش درجة حرارة اشتعال البنزين اللي ثابتة؟ تي اتش في مساحة تحت الكيرف اللي هي تمثل إيه؟ كيو دي بقى اللي هي إيه؟ مش دي كيو اللي طلعت من البنزين راحت للموتور؟ تقدر تحسبها؟ المساحة تحت الكيرف هي منين النقطة دي يا باشمهندس؟ اس واحد. ومين النقطة دي يا باشمهندس؟ اس اتنين. يبقى كيو دي بكام؟ هنسميها كيو اتش الهوت كوانتيتي اوف هيت. يا اما هوت كوانتيتي اوف هيت يا اما كيو ان. ان اللي دخلتها جوه الموتور. ان هي عبارة عن طول تي اتش في العرض اس اتنين بلس اس واحد. دي كمية الحرارة اللي دخلت الموتور اللي انا خسرتها اللي انا دافع ثمنها في محطه البنزين. ماشي يا شباب؟ ده من A الى B. ثم من B الى C حجم زاد ولا قل؟ كل مدرج يرد عليا زاد. اديت حراره ثاني؟ خدت حراره؟ بروسيس الضغط يتغير والحجم يتغير وهي ليها تغير في درجه الحراره وانا لا اديت حراره ولا خدت حراره. اسمها ايه العمليه؟ اسمع اجابه ادياباتيك. يبقى من بي الى سي العمليات تبقى ادياباتيك. العمليه ايه؟ لا اديت حراره ولا خدت حراره. لما تكون العمليه ادياباتيك تدي خط افقي ولا راسي ولا كيرف؟ كيرف. مش خدناها كيرف الاحمر. يبقى كيرف ناخد نفس اللون. يبقى من بي الى سي حجم زاد ادي نقطه سي. العمليه دي ادياباتيك. قلت يا باشمهندس درجة الحرارة مالها؟ هتزيد ولا تقل؟ رد انت بقى. عندك غاز ادياباتيك وعمل شغل يسخن ولا يبرد؟ اسمع اجابه يبرد. درجة الحرارة تقل من مين؟ من تي اتش تقل.
لان خدنا في الادياباتك اي غاز يعمل شغل يكون على حساب الانترنال انرجي فيبرد، فيبقى درجه حراره سيدي يتد. فانا لما اجي استلم هالادياباتك انا باخد راس مائي على تي اس خط ايه راس ياخد من بي ده يطلع لفوق ولا ياخد من بي ينزل لتحت عشان التي بتقل، يبقى المنظر كده. ادي النقطه سي. طب درجه الحراره سي دي بقى مين بقى؟ هنسميه دي هوت ولا تي سي؟ ها؟ نسميها تي سي. الغاز سخن ولا برد؟ يبقى درجه حراره نتيجه ان السيستم ده اتمدد، فالحراره الكالوريز اللي موجودين كلها اتحولت لورك، صح؟ فالغاز برد. ثم هو الاناء اللي بيلف ده كتلته خفيفه، ده عمود قرنك، قرنك ده قرص صلب كده تقيل، لما يلف كده يا باشمهندس مش بسهوله يقف، فلازم يكمل الحركه بالكسور الذاتي فيوصل من سي الى دي. انا اللي لففته ولا هو اللي ضغط على السيستم وراح؟ فيبقى الورك ضن باي ذا جاز ولا اون ذا جاز؟ اون ذا جاز. يبقى الورك وصف ولا ليه؟ حد يد ودرجة الحرارة ثابتة عند مين؟ دي سي. العملية دي الحجم يقل والضغط يرجع يزيد ودرجة الحرارة ثابتة، اسمها ايه؟ اسمع اجابة. ايوه سر. طلع العملية شكلها عامل كده. دي سي. شفت دي واللي فوق؟ اللي فوق هوت واللي تحت كول. وايز سر. من بي الى سي، اسف من سي الى دي، هذا نقطة. ممكن نرسمها على تي اس دايجرام؟ عايز يسلم. طب خط ايه؟ افق صح؟ يبقى اخد من هنا والضروب تزيد ولا هتقل؟ لان درجة حرارة بالرغم من درجة حرارة ثابتة، يبقى المنظر كده. خط افق. في مساحة تحت الكيرف؟ ردوا عليا. تقدروا يبقى تمثل كميه الحراره، كميه الحراره دي بقى ان لا هتلاقي دي عباره عن دخان بتطلع من الشكمان، يطلع من الشكمان غاز درجه حرارته تي اتش ولا تي سي؟ اسمع اجابه. تقدر تحسب كميه الحراره اللي طلعت من الغاز؟ اهي يبقى كيو سي او ان او اوت بقى. اذا كانت دي ان تبقى دي اوت، تبقى هي درجه حراره اسمها ايه؟ تي سي في اس 2 ناقص اس 1. بس الاشاره موجبه ولا سالبه؟ اسمع اجابه. لان المضروبه قلت فالغاز ريموف، كميه حراره ريموف. فاضل لي اخر بروسيس، ارجع للنقطه ايه تاني؟ دي تروح فين؟ لا اديت حراره ولا خدت حراره، وابتدى الغاز يجمع تاني، انقل من دي الى ايه؟ العمليه بردك ادياباتك عشان ابتدي اشحن مره اخرى، يبقى دي عكس دي في الادياباتك. ادياباتك لا اديت حراره ولا اخذت حراره ودرجه الحراره اتغيرت من دي سي الى دي اتش مره اخرى، فالعمليه ترجع تاني لحاله النقطه دي. وطبعا خط راسي لا يصاحبه كميه حراره لا ان ولا. يبقى البروسيس الكامله كملت بكم بروسيس، او السايكل الكامله كملت بكم بروسيس؟ اثنين ازوثيرمال واثنين. خلاصته بقى استفدنا ايه؟ هي البلدي استفدنا ان دي لفه ورك. ممكن ناخد السايكل الكامله ونطلع الورك في السايكل الكامله؟ يلا بقى تعمل رياضه كده يا باشمهندس. بما ان دلتا كيو بيساوي ايه؟ ده الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس. هات دلتا دبليو في طرف لوحده. يبقى دلتا دبليو في طرف لوحده هيساوي دلتا ايه؟ كيو ناقص دلتا يو. القلم الاخضر ده مرئي ليكم؟ القلم الاخضر. طلع بقى يا باشمهندس شيل دلتا كيو وحط بدلها تي دي اس. ماشي يا شباب؟
ده الفيرست لوبسر موديلات بس كل اللي بدلت شلت دلتا كيو وحطيت بدلها تي دي اس. اعمل انتجريشن على سايكل كامله من ايه لايه من ايه لايه. مش كنا بنعملها كده كلوز سايكل؟ ها بص يا باشمهندس كمان كده لو سمحت. دلتا يو من ايه لايه معناها الماده كانت سخنه ثم بردت ثم رجعت تسخن تاني ثم بردت. قال لا لما تكون درجه الحراره الابتدائيه هي نفسها النهائيه يبقى التغير في الانترنال انرجي بكام؟ اسمع اجابه اه حبيبي كلوزد سايكل يبقى دلتا يو بزيرو يبقى الترم ده في كلوزد بصفر يبقى ده كده بصفر يبقى اصبح دلتا الورك الناتج من السايكل الكامله هو التكامل ده. يبقى اصبح الورك هو التكامل لتي دي اس. شفت بقى الجمال ده؟ اصبح هو تي دي اس بس. والله 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 الحته دي في الكتب شابتر كامل على حساب الورك في السايكل الكامل. طلع بقى يا باشمهندس دلتا طلع دبليو بقى كامل التكامل على المسار المغلق مش من A إلى B ومن B إلى C ومن C إلى إيه؟ ردوا ده معروف الرياضة. يبقى التكامل يطلع من الورك بيساوي إيه بقى؟ اسمع صوته. التكامل من A إلى B تي دي إس زائد التكامل من B إلى C تي دي إس زائد التكامل من C إلى D تي دي إس زائد التكامل من D إلى A تي دي إس. سكر واحد واحد يلا. من A إلى B تي دي إس. تي دي إس مش يطلع المساحة كلها؟ ردوا. اللي هي كام؟ يبقى تي لا كيو إن. مش كده؟ لا كيو إن. اللي هي كيو إن، الحرارة اللي دخلت من البنزين. وتكون B من B إلى C بكام؟ ها؟ ها؟ عرفت منين صفر؟ لأني دفرت زائد صفر. من سي الى دي زائد ولا ناقص؟ ناقص تبقى كيو سي. ومن سي دي الى ايه؟ زائد سي. الله يطلع يطلع ان الورك هو الفارق بين كيو ان ناقص كيو اوت. سيبها بقى يا باشمهندس. اذا دبليو هو كيو ان ناقص كيو اوت. حبيبي الشغل هو الفارق بين الحرارة اللي دخلت عن طريق بنزين ناقص الحرارة اللي خرجت عن طريق الشكمان. يا ريت الشكمان ده ما طلعش حرارة لأن يطلع أكبر دم. صح يا باشمهندس؟ بص اسمع مني كده لو سمحت هات على جرافيكال جرافيكال. مش المساحة كلها هي كيو إن والكيو اللي خرجت المساحه دي يبقى الورك هو الفرق. يطلع مين الورك بقى يا باشمهندس؟ اه المستطيل ده. عايزين نكبر الورك عشان نحصل على اعلى كفاءه للموتور. اسمع صوتكم بقى يلا بتاع الهندسه. عايزين نكبر مساحه المستطيل. يا اما نكبر دي اتش يا اما ننزل تي سي يا اما الاثنين معا. يا ريت نكبر تي اتش ازاي يا باشمهندسة؟ اه بدل ما احط بنزين 80 احط 90 92 يا ريت ماده يكون اشتعالها عالي. ثم تي اتش تقل ازاي؟ حراره تقل ازاي؟ ان احنا نمنع الاحتكاك نخلي كل ان عمليه الاشعال تتم في وقت ما يكون تم الشحن بالكامل. عشان حبيب الراجل اللي بيظبط موتور العربيه العربيه بتقعد بيسموها بتطلع دخانه نيه تعمل ريحه بنزين ريحه دخانه ريحتها وحشه. ليه؟ لان ده ما اتحرقش. ايه السبب انه ما اتحرقش؟ ان الولاعه ولعت في زمن غير لما ده غير قبل ده ما يكتمل. فلازم يظبط السايكل. يظبطها ازاي؟ يا اما يزود سرعه الاسبراتير او اشعال البنزين او ياخره. ياخره او يزوده، المهم يظبطه في زمن لما يكون الشحن بقت 100%. واضح المعلومة؟ تحصل على أعلى تي اتش وأقل تي سي. دي لدرجة إن الراجل اللي بيتاجر في العربيات المستعملة ذكي ذكي بس بالفطرة.
انت عرفت النهارده ايه الذكاء بقى بتاعه؟ انه لما يجي يشتري عربيه قديمه مستعمله، فالراجل بقى صاحب العربيه بيضحك عليه، يروح يظبط له الموتور ويغير له الزيت ويظبط له العربيه، يقول له ده العربيه صوتها ناعم وجميل، يقول له افتح لك الكبوت، يقول له مش مهم ما تفتحش الكبوت. كل اللي بيعمله الراجل يروح راجع يقول له دور الموتور بس، ويقف عند الشكمان يحط ايده قدام الشكمان قدام الولع دخانه، اذا ايده اتحرقت يقول له يا راجل ده الموتور بايظ. ليه ايده اتحرقت؟ لان الحراره طالعه درجه حراره عاليه، يبقى تي اتش ديت تي سي ديت عاليه. امال هو طبيعي الموتور يبقى ستاندر امتى وحالته نظيفه امتى؟ لما تحط ايدك قدام الشكمان تلاقي الهواء اللي طالع درجه حراره زي نفسه مول 40 45، حط ايدك كده تستحمل، لدرجه ان الهواء اللي طالع ده اول ما يقابل الجو الساقع ده يتكثف، تحط ايدك على كونت عليها ميه، اول ما ايدك تجمع عليها ميه تقول الموتور ده حالته حلوه. دي بقى حالته حلوه عشان خلى ايه؟ تي سي صغيره. لما تي سي تبقى صغيره يبقى المقدار ده صغر. يا ريت يا ريت اشتري بنزين احسن كله على اي بدبه، لكن انا بخسر المقدار. هو انا بدخل الهواء بسخن الهواء، كل انا بشتري البنزين عشان ده بس. دائما وابدا في كيو اوت، بيطلع العادم سخن، يا ريت العادم يطلع بارد. عوض عن كل واحده الله بدلاله درجات الحراره، شيل كل كيو حط بدل المعدل. شلت كل كيو حطيت بدل المعادلتين دول. يلا يا باشمهندس كده يبقى تي اتش ناقص تي سي فيس 2 ناقص اللي فوق بدلاله كميه الحراره، واللي تحت بدلاله درجه الحراره. يا ريت يا ريت يكون الفرق ده كبير. كل ما يكون الفرق ده كبير كل ما نحصل على اعلى درجه. ده في الوان سايكل، يا اما المعادله دي يا اما المعادله دي، بدلاله الكالوريز ودي بدلاله التمبريتشرز. ده في الوان سايكل. طب والاثنين سايكل هنضرب في اثنين، والخمسه سايكل هنضرب في خمسه، و10000 سايكل نضرب في 10000. عربيه تعمل 10000 سايكل في الدقيقه، يبقى في الدقيقه بتعمل 10000 كذا جول. لو قسمتها على الزمن يطلع الباور، عشان هو رقم كبير المفروض نحسب بالوات، فبعد كده هنحسبه بالحصان. ولما تيجي تشتري عربيه اقول لك ده العربيه ديت 145 حصان 160 حصان، عربيه 7 سلندر ولا 8 سلندر تلاقي 220 حصان هورس باور، كلها محصله بالوات يا باشمهندس، تكرار للوات. ارجو تقولوا لي ان انتوا فهمتوا. فهمت يا باشمهندس؟ لسه ما كملتش كلام. بعد اذنكم، ده الخارج بتاع الموتور الورك. عايز احسب كفاءة الموتور، كفاءة افشنسي. المصدر رمزي ايتا، ايتا ايتا ديت الكفاءة كم في المية؟ دايما بقسم الخارج على الدخل. ايه الخارج؟ شوك والدخل كيو ان. حبيبي دايما بقسم الخارج على الدخل. الخارج اللي هو ايه؟ الشغل اللي حصلت عليه دبله. يبقى ايه تاو عباره عن الورك على كيو ان. خارج هو الورك واللي خسرته كيو ان، هو ده اللي دافع ثمن محطه البنزين. اللي خارج ده دبل ده ممكن اجيبه اشيله احط بداله المعادله اللي فوق دي، ها تساوي ايه؟ كيو ان ناقص كيو اوت على كيو ان. بالله عليك الكفاءه دي هتبقى كسر ولا اكبر من واحد؟ كسر، لان المقام الباسطه اقل من المقام، ما تروح منه كيو اوت. لو قدرنا نخلي كيو اوت دي بصفر يبقى الكفاءه 100% ولا ايه؟
عايز تجيبها بدلات التمبريتشر شيل كل كيو حط بدلها اس 2 ناقص اس 1. ما البسط ده الفرق اهو. هتقسم على المقام ده حبيبي كده تاني. ده كيو دبليو دي دبليو وكيو ان اهي. لما اقسم ديت على ديت مين هروح مع مين؟ ردوا يطلع لي ديتا بتساوي ايه؟ لان فوق اس 2 ناقص اس 1 وتحت اس 2 ناقص اس 1 راح معاك كده. انا خلصت. مثال بسيط بقى كده امثله حبيبي امثله. ولا يا باشمهندس في اللي على السبوره ده كلام نظري. احنا عملنا حساب ان في احتكاك حبيبي. لو الموتور بقى ستاندر واقل احتكاك ممكن او مفيش احتكاك خالص يبقى كلام اللي على السبوره. لكن في الواقع كفاءه اي موتور هي نفس الكفاءه دي ولا دايما اقل؟ لو سمحت اسمع صوتك. يبقى اي موتور له كفاءه رد قد ده ولا اقل؟ يوم ما تتمعظم تبقى قد ده. يبقى اي موتور ذات كفاءه ايتا اي موتور له ايتا دايما ايتا ديت اقل من ايتا بتاعت قرنك او تساويها. ده لو انت عندك زيوت وشحوم بقى ستاندر. النص اللي كتبته اللي كتبته على السبوره ده بيقول ايه بقى؟ لا يوجد هناك محرك ذات كفاءه اعلى من كفاءه كارنو. صح كده؟ ده اسمه سكند لو اوف ثيرمو دايناميكس. امال احنا خدنا ايه؟ احنا خدنا الفيرست زيرو والفيرست ده السكند ده السكند لو. يبقى لما اقول لك ستيت السكند لو تقول ايه؟ There is no heat engine. There is no heat engine with efficiency more than Carnot efficiency. واضحة يا رجالة؟ لأن الكلام اللي على السبورة احنا أهملنا الاحتكاك. أهملنا الاحتكاك. مفيش موتور كفاءته تزيد عن كارنوت. دايما كفاءة المواتير أقل من أو تساوي كارنوت efficiency. يلا لو سمحتوا كده مثال معايا. مثال عشان انا مش هكتب حاجه على السبوره تاني. مثال عربيتي كفاءتها الموتور بتاعها حاطط لها بنزين زي مثلا بنزين درجه حراره اشتعالته 500 درجه مئويه ولاحظت ان درجه حرارتها البخار اللي خارج من الشكمان درجه حرارته 60 تقدر تحسب كفاءتها؟ نعمل ايه؟ انا اديتك الرقمين تي اتش وتي سي. هتعمل ايه؟ تي اتش 500 ناقص 60 على 500 زائد 273. طب وليه ما جمعناش فوق 273؟ لان احنا بنجيب الفرق. خلاص اتفقنا؟ اوعى تغلط في الامتحان. فوق كلفن وتحت كلفن. 500 ناقص 60 عايز تضيف على كل واحده 273 هي هي. افترض الرقم طلع كفاءتها 80%. افترض كام يا باشمهندس؟ طلع 8 من 10. ماشي. العربية اللي كفاءتها 8 من 10 ديت هتوصلني مشوار اسكندرية. ماشي. مشوار اسكندرية جدل عايز 1000 جول عشان انا كتلتي بوزني اتنقل من القاهرة هنا واتنقل هناك لازم ابذل شغل 1000 جول. انا طبعا ما اقدرش لان جسمي على قده فالعربيه بتاعي هو اللي بتنقلني. فالعربيه لازم الخارج بتاعها يبقى كام؟ 1000 جول. ردوا عليا مش هتنودين من اسكندريه. وهي كفايتها كام؟ 80%. هل هدخلها بنزين بما يساوي 1000 جول؟ اكبر ولا اقل؟ ها؟ تحسبه ازاي يا باشمهندس؟ تسمع مني بقى؟ ادي ال 1000 جول اهو. ده الخارج بتاع الموتور لازم اوصلني مشوار اسكندريه ودي 8 من 10 يبقى دخل لها طاقه قد ايه؟ خلي بالك هتحط جول على جول يطلع 8 من 10 او كالوري على كالوري برضك يطلع 8 من 10. الحاجات اللي بيغلطوا فيها الطلبه يجي يشتغل بس الناتج غلط. جول على جول تطلع كيو ان دي في طرف لوحده يبقى دبليو على ايتا.
هتكتب 1000 جول على 8 من 10 يطلع 1000 مثلا او 200 جول. بعد ما تحسب 1200 جول تحسب تحولهم بالكالوري، يبقى لازم تدلها طاقة حرارية بما يساوي كذا كالوري. واضح الحكاية؟ خلاص كده؟ طب هدي مثال كمان. عندنا ونش زي الأسانسير هيشيل طن يطلعه 5 أدوار، ماشي يا باشمهندس؟ اديتك درجة حرارة بتاعة الموتور، حسبت الكفاءة، افترض زي المثال اللي فات ده تي اتش وتي سي حسبتهم، افترض ان الكفاءة 7 من 10، ماشي يا باشمهندس؟ مطلوب من الموتور بتاع الونش ده يشيل طن 5 أدوار، نديله طاقة قد ايه؟ لازم تعرف الخارج، الخارج بتاع الموتور ان يشيل 10 طن 10 أدوار ولا 5 أدوار فوق، لازم اعرف ده. هو انت قلت لي طن وهتطلع كام دور؟ 5 أدوار، والمسافة ما بين الدور والدور 3 متر، يبقى هنطلع كام متر؟ نبقى ام 1000 كيلو، 1000 كيلو تضربها في جي 9.8 تضربها في 15 متر يطلع الباقي ده كله جول ام جي اتش. مين اللي هيشيل الام جي اتش ده واللي هيشتغله؟ الموتور. كفاءته كام؟ 7 من 10. يبقى ام جي اتش عندك بالجول وتحت دولار 7، نديله طاقه قد ايه؟ واضحه يا رجاله؟ خلاص عرفت ازاي بتحسب كيو ان؟ طب حبيبي لو انا قلت لك ان ده موتور كان كهرباء، انت حسبت الطاقه بالجول. لو قلت لك كل مثلا 5 جول ب 10 جنيه تقدر تحسب الطاقه الفلوس اللازمه عشان انقل الناس دول؟ ما هي طالما انت معاك كيو ان بالجول اقدر احولها لفلوس، ما انت معاك مديني السعر. واضحه يا شباب؟ اخر مثال ثلاجه. ثلاجه هتبرد ميه، ثلاجه هتبرد لتر ميه من 50 ل 15، يبقى التلاجة هتشتغل بمقدار كام بقى يا باشمهندس؟ ام سي دلتا تي، مش ده خدناها؟ مش ده اللي هتعمله التلاجة؟ حيث ام الكتلة وسي الحرارة النوعية بتاعت المية في فرق درجات الحرارة، يبقى التلاجة هتشتغل ام سي دلتا تي. اديتك كتلة المية لتر 1000 جرام وسي الحرارة النوعية المية ب1، دلتا تي من 50 ل 15 ب 35 درجة، حسبت الحسبه ديت تطلع بالكالوري. تطلع بايه؟ تقسمها على كفاءه الموتور تطلع الطاقه الكهربائيه اللازمه للثلاجه. يعني هنطلع كيو ان ديت وتدخل ايه؟ تعرف تطلع الطاقه الكهربائيه اللازمه لتبريد لتر الميه؟ ردوا عليا حبيبي. كده احنا خلصنا، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله اشوفكم السنه الجايه وفي سنه اولى باذن الله. اشوفكم على خير.